دكتور فاضل الزعبي، وأبدأ معك دكتور فاضل الزعبي. الدول العربية وأنت أخصائي طوارئ، ما أجد طارئا أكبر من الطارئ الذي نحن فيه في جائحة كورونا. هل أظهرت الدول العربية ولو القدر الأدنى من التضامن والتعاون في مواجهة هذا الوباء؟ يعني للإجابة على هذا السؤال نكون واقعيين وننظر إلى ما حولنا. الدول العربية لم تظهر أي تعاون ما قبل الوباء، فما بالك في الوباء. والدول التي لديها مؤسسات تعاون وتنسيق كالاتحاد الأوروبي انضرب هذا التنسيق في الوباء، الوباء قوي جدا، فلا أتوقع أن يقوم بين الدول العربية في هذه الجائحة وهذا الوباء الذي يلم بشعوبها، إضافة إلى ما بها من مشاكل. لا أتوقع أن يتم التنسيق، ومش شايف أي دور للأسف، مش بس على صعيد الحكومات، حتى على صعيد منظمات المجتمع المدني والمنظمات الغير ربحية العربية. سأتي لدور المنظمات الأهلية وعلى رأس منها نقابة الأطباء، ولكن قبل ذلك حتى نكون واقعيين أيضا، هل ترى فعلا مع انخفاض أعداد الإصابات وانخفاض أعداد الوفيات في الدول العربية حاجة ملحة، حاجة طارئة فعلا لذلك التنسيق والتضامن؟ سيدي، قبل 12 يوم كان مجموع إصابات الدول العربية لا يتجاوز شمال أفريقيا والشرق الأدنى لا يتجاوز 2000، والآن أصبح فوق 11400 إصابة، والوفيات تبعت وصلت 400. من يضمن نتائج الأسبوع القادم أو الأسبوع الذي يليه؟ لا يوجد ضمان. لذلك هذا الوباء لا يتم التعامل معه على عدد الإصابات، هو وباء الذي وقع في الصين وفي الولايات المتحدة وفي أي دولة عربية يجب أن يتعامل معه على نفس الدرجة من الشدة، لا مش فقط أن تمنع أو تحاول علاج الإصابات، وإنما أن تمنع حصوله، لأنه لا سمح الله إن حصل وانتشر في مجتمعاتنا التي تعاني أساسا من ضعف البنية التحتية لشبكة الرعاية الصحية وتعاني من الأمان، راح يكون فعلا مصيبة. لذلك أقول لك نعم، نحن بحاجة إلى التنسيق، مش منذ الآن، منذ الأمس. طيب دكتور فاضل الزعبي، الهيئات العربية الطبية تتفاوت إمكاناتها من دولة إلى دولة، الأردن أين تقع بالنسبة لهذه الدول العربية الغنية والدول العربية الفقيرة في مواجهتها بإمكاناتها المحلية لجائحة كورونا؟ لو سمحت لي، في الأردن نوع من التفرد سابقا قبل الجائحة. الخدمات الطبية والبنية التحتية الطبية في الأردن هي بالأساس عالية المستوى، وكانت هي وجهة معظم المرضى من دول عربية عديدة بدون ما أسميها للعلاج في الأردن، وساعدت الكثير من في الأزمة الليبية واليمنية، الكثير من المرضى كانوا في الأردن. إذن هنالك بنية تحتية قوية، لكن ما دعم إجراءات الأردن وجعلها في مصاف، أنا أقول في المصاف الأولى للدول، مش بس على صعيد الدول العربية وإنما على صعيد العالم، بإجراءات مكافحة الفيروس، أنه دعموها بإجراءات حكومية لم تكن مسبوقة بالعديد من الدول، وبالعكس في بعض الدول مختلف عليها، الإجراء الحظر الشامل ثم الحظر الجزئي وعزل مناطق البؤر حينما تظهر وبشكل سريع وعزل كلي وشامل، ورفع عدد الفحوصات اليومية من 40 فرقة تقصي وفحص إلى أكثر من 100 إلى أكثر من 1000. هذا كله ساعد على أن تكون الأردن في مقدمة هذه الدول في الرد والاستجابة على هذا الوباء. ولكن بالأرقام دكتور نتمنى ذلك فعلا، هل فعلا في هذا الظرف الصعب هناك إحصاءات على نتائج علمية حقيقية في الأردن لهذه الإجراءات الصارمة إن صح التعبير على الأرض؟ طبعا أنت تتحدث عن الشفافية في الأردن، هنالك صدق، وأنا من المتابعين في هذا المجال ولا صفة حكومية لي على الإطلاق، متابع ومع رفاق وأصدقاء في مركز الوباء مكافحة الوباء في الشمال وفي عمان وفي المستشفيات العديدة. نعم، هي هذه الأرقام صحيحة 100%، وأثبتت نجاعة وكلفتها عالية. كلفة هذه الإجراءات من حظر التجول ومنع الحركة اقتصاديا على الاقتصاد الأردني عالية، ولا تنسى بأن من الارتدادات الجانبية لأي وباء
وانعدام الأمن الوظيفي وانعدام الأمن الغذائي وانعدام العمل، وهذا كله لابد من خطة اقتصادية. هنا يأتي دور المال الذي يجب أن يستوعب هذا الارتداد الجانبي للوباء. طيب دكتور، الأردن الآن أين يقف من وجهة نظرك في هذه الجائحة؟ هل هناك أيضا لديكم انتظار للذروة أم أن الذروة قد تم تفاديها؟ دكتور فاضل، مع احترامي لجميع الأخصائيين والأطباء في مجال الأوبئة يطلقون الأحكام المسبقة بدون معرفة بتفاصيل هذا الوباء الجديد. رأينا التخبط في مشكلة وتحديد أيام الحضانة، ورأينا أيضا التناقض في مشكلة الوباء، هل هو محمول جوا إيربورن أو لا. فرأينا العديد من الأحكام التي لها طابع كل شيء غير أنه طبي أو علمي بحت. الآن نأتي إلى موضوع الذروة. زي ما تفضلت، لا يوجد ما يسمى ذروة بحيث أنه هنالك منحنى وإف إكس محدد وأستطيع متى أن أحدد موعد هذه الذروة وكيف تحصل. رأينا التسارع يتم بخطى مختلفة. لو درست منحنى هذا المرض في كل دولة من الدول ودرست المنحنى التصاعدي له لوجدته أنه مختلفا بشكل كامل، وهذا يعود إلى الوقاية وماذا اتخذت هذه الدولة من سبل الوقاية لمنع انتشاره. لذلك لا تستطيع أن تقول بأن الأردن وصلت الذروة أو لم تصل الذروة. كل ما أقوله، حتى عند أسوأ المنحنيات في الدول الأردن أرقامها في الواقع الآن أقل. يعني لما طبقنا منحنى بأسوأ معامل موجود على انتشار المرض ونقارنه بما يصدر من اكتشاف إصابات يومي، ما زلنا تحت هذا المنحنى. طيب، وما زلتم أيضا في الحجر دكتور، الحجر يفترض أن تختفي الحالات في وقت ما، يعني الناس لا تختلط ببعضها. إذا لا يجب أن نعتقد بأن عدد الحالات سيرتفع، لأن فترة الحضانة أسبوعين يبدو أنه متفق عليها علميا. فإذا استمر الحجر لأكثر من شهر واستمر انخفاض الإصابات، ألا يدفع ذلك لمراجعة مدة الحجر؟ على ما أتصور أن الصين أول من أشارت أن مدة الحجر أو الحضانة كانت عندها وصلت في بعض الحالات إلى 27 يوم، وبعدين باقي الدول بدأت تتبع نفس المنهج. إذا كان هذا المرض مدة الحضانة تبعته مختلفة من 14 إلى 27 28، فالأفضل أن ألتزم بحد الأعلى للسلامة، وحتى أستطيع أن أحصر هذا المرض ضمن أضيق نقاط يجب أن ألجأ إلى المستوى الأعلى. أنا مع تشديد إجراءات الحظر، ولا يوجد في العالم الآن أنجع من أسلوب هذا الحظر، ولك في ذلك عدة أمثلة. الصين، سنغافورة كانت مثال رائع، وكوريا واليابان. هذا أعطانا مثل واضح على أن هذا المرض لا يقتله، وعدوه رقم واحد هو الحظر والحجر الكامل. طيب دكتور فاضل، الوزير الأسبق، وزير الخارجية الأسبق الأمريكي هنري كيسنجر يكتب اليوم في وول ستريت جورنال عن مواجهة تداعيات وباء كورونا محليا وعالميا، ويتحدث عن ضرورة تعزيز قدرة العالم على مقاومة الأمراض المعدية. وهنا أسألك، من الناحية العربية، ما دور العرب في تطوير البحث العلمي في السعي لمعالجة هذه الأمراض، لأنه من أكبر المتأثرين بها؟ سيدي، ما زلنا نقبع في أسفل القائمة بالنسبة لدول العالم من ناحية الصرف والتمويل والبحث في دعم البحث العلمي. لا يوجد أبدا أي دولة عربية الآن تستطيع أن تقول أنا أدعم البحث العلمي. مصروفاتنا من ميزانيتنا لا تشكل نسبة على الإطلاق، حتى بالألف ما بتصل إلى واحد. ولذلك أملنا في أن نقوم نحن بالبحث العلمي، أتصور هذا أمل ضعيف، لأن المراكز البحثية تقوم بإمكانيات بسيطة. ودعني أذكر مثل آخر حي من 2012 لغاية الآن 8 سنوات، عندما ظهر أول فيروس لمتلازمة الشرق الأوسط ميرس في السعودية من الجمال وانتقلت إلى الإنسان،
ماذا فعلنا؟ ما زالت لغاية الآن موجودة هذه المتلازمة. وآخر حالة اكتشفت في الإمارات والسعودية كانت في 31 كانون الثاني من هذا العام، يعني قبل شهرين. إذن هذا عمل شوية محبط. طيب، لكن هل الدور الأهلي الذي تحدثت عنه في بداية مداخلتك مفقود في هذا الجانب، والدور النقابي أيضا؟ يعني أين دور نقابة الأطباء، الاتحاد نقابات الأطباء العربية؟ لم نسمع لها أي دور في هذه الأزمة. أشكرك جزيلا. أين اتحاد الأطباء واتحاد الصيادلة واتحاد المهندسين الزراعيين؟ لأنه موضوع الفقر، الجوع الآن بدأ يضرب في النخاع. اليوم وامبارح المتظاهرين في مدن العراق الناصرية وبغداد كسروا الحظر وطلعوا يتظاهروا ضد الجوع. إذن وين دورهم؟ وين دور المنظمات الأهلية الأخرى، ليست النقابات فقط؟ وين دور المنظمات الغير ربحية واللي بيسموا حالهم NGOs عربية؟ وين دورهم؟ لم أسمع عن أي بادرة من أي منظمة تتعدى الحدود. كل ما سمعناه فقط في داخل الدولة. حتى اتحاد منظمات الهلال الأحمر والصليب الأحمر العربية وين دورها؟ الدور يعني بصراحة أيضا محبط ومخيب للآمال، ولا يرتقي إلى مستوى المسؤولية الاجتماعية ولا المسؤولية المهنية اللي بتحتمها عليهم وظائفهم والتزاماتهم اتجاه شعب. سيدي، الكورونا والعالم عبارة عن حلبة ملاكمة. العالم يتلاكم مع كورونا، قد نفوز بجولة والجولة الأخرى تجد الكورونا يرجع يفوز علينا، ويجب أن نفوز عليه في كل الجولة. نفوز عليه، هو معركة، مباراة كاملة لا تعتمد لا على ذروة ولا على أشواط، هي مباراة شرسة جدا. لابد من تكاتف كل الجهود من ناحية المجتمعات المحلية والمنظمات الغير حكومية والجهات الحكومية من أجل هزيمته، على الأقل في بلادنا اللي الله يحميها، اللي هسه ويحمي العالم كله طبعا، اللي هسه فيها 12,000 مصاب. إن شاء الله ما يزدادوا كوطن عربي كامل عن هذا العدد، واللي عدد المتوفيين لغاية هذه اللحظة 371، إن شاء الله يا ربي ما يزادوا لا في الوطن العربي ولا في العالم كله. إن شاء الله. شكرا جزيلا لك خبير الأمن الغذائي والطوارئ دكتور فاضل الزعبي، كنت معنا من